مرحبا بكم وجولة في عالم الصحافة المحلية والعربية والعالمية صدر صباح اليوم، ونبدأ جولتنا الصحفية بالصحف المحلية وجريدة الأهرام. مصر تواصل دعم القضية الفلسطينية، السيسي تكاتف الجهود للحفاظ على التهدئة في غزة، وأبو مازن نقدر الدورة المصرية التاريخي. مدبولي تعديل حوافز الاستثمار والموازنة تجاوزت 2.1 تريليون جنيه. الكهرباء 50 مليون دولار لمشروع تحسين كفاءة الطاقة. اليوم السابع، مصر سند الأشقاء العرب، الرئيس تسلم دعوة من نظيري الجزائري للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر نوفمبر. مدبولي يتابع موقف تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية قلهانة بالفيوم، ويؤكد تصوير عواصم المحافظات يحظى باهتمام بالغ من الرئيس السيسي. تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، وزير التموين يدشن أول سوق نموذجي بمنطقة الدلتا. الوطن، الحوار الوطني يصل محطته الخامسة، واستكمال المحورين الاقتصادي والمجتمعي في 10 سبتمبر. وزيرة البيئة للصحيفة جاهزون لإطلاق فعاليات قمة المناخ بدعم الرئيس والمستقبل للوظائف الخضراء. التخطيط مد فترة التقدم لمبادرة المشروعات الخضراء. الأخبار، شراكات قوية لدعم دور مصر في استقبال وتصدير الغاز، قطع أرض جديدة للمصريين بالخارج الحاجزين في بيت الوطن. وأخبار الرياضة، ناشئ اليد أبطال أفريقيا في رواندا، الزمالك تدرب في الدوحة الليلة، وفيريرا يستطلع الهلال، الأهلي يحسم اختيار المدرب الجديد في أسبوع الآلام، وصلاح يقود ليفربول في دوري الأبطال الليلة. ونتحول للصحف العربية، والبداية من عناوين صحيفة عمان العمانية. اجتماع الدورة 158 لمجلس الجامعة العربية يبحث مواجهة التحديات وتعزيز التضامن والتعاون المشترك. إدانة الهجوم الدموية على جنين وعمليات هدم المنازل تؤجج الصراع. سوء التغذية في الصومال بلغ مستوى غير مسبوق وتحذيرات من المجاعة. اليونيسف وفاة حوالي 730 طفلا في مراكز تغذية. وصحيفة الشرق الأوسط، الإطاريون والصدريون يتبادلون حرب التسريبات بين المالكي والحنان التي تتعلق بعدد من قيادي التيار الصدري، والاتحادية تنظر اليوم حل البرلمان العراقي. القاعدة يستأنف عملياته في جنوب اليمن. انقطاع الاتصالات في لبنان يربك المصارف ويعطل المحاكم. الاتحاد الإماراتية، 1036 قضية دعاوى قضائية تطالب بحل البرلمان. والعراق، سياستنا مبنية على إنهاء الخلافات بالحوار. اليمن يحذر من خطط لتغيير الديموغرافية صنعاء. رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، الأوضاع في مخيم الغول مقلقة وندعم جميع السوريين. قانون جديد للانتخابات في تونس يأخذ مقترحات داعمي المسار الإصلاحي. اللواء اللبنانية، فاسيلي يهدد بوفاو بالفوضى الدستورية، والكرة في ملعب حزب الله. الانشطار السياسي يحمل الشغور الرئاسي على الأكتاف إلى قصر بعبدة. وكتبت أيضا، السعودية تؤكد دعمها لأمن واستقرار العراق، عدوان إسرائيلي على مطار حلب يستهدف شاحنات الأسلحة الإيرانية. وإلى الصحف العالمية، ونطالع من واشنطن بوست الأمريكية. العثور على وثيقة تصف الدفاعات العسكرية لحكومة أجنبية بما في ذلك قدراتها النووية، وذلك عندما دهم مكتب التحقيقات الفيدرالي الشهر الماضي منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا. الصومال على شفا مجاعة بينما العالم ينظر بعيدا. لموند فرنسية، ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا تعين حكومة موالين. هجمات الطعن تزداد في كندا، وتسارع البحث عن المشتبه به الثاني. بعد عام من الحرائق الهائلة في استراليا، النباتات تمتص جميع انبعاثات الكربون. تراجع كبير في الأسواق المالية بلندن. السيناريو المظلم بدأ يثير قلق المدينة. الاندبندنت البريطانية، محللون يصفون الخطاب الأول لليز تراس كرئيسة للوزراء بالبائس. بوتين اليائس على وشك شراء ملايين من القذائف والصواريخ الكورية في الشمالية.
ووكالة رقابية تابعة للأمم المتحدة تدعو إلى منطقة آمنة حول المحطة النووية الأوكرانية. فرنسا تؤكد أن احتياطيات الغاز ممتلئة، وروسيا تتهم الغرب بالانتحار. نيويورك تايمز الأمريكية: شركات التكنولوجيا الكبرى أو شركات التكنولوجيا الكبرى تبتعد عن الصين وسط مخاوف بشأن التوترات الجيوسياسية وعمليات الإغلاق الوبائي. كاليفورنيا تصارع انقطاع التيار الكهربائي في أعقاب الارتفاع القياسي في درجة الحرارة. قادة سابقون في البنتاغون يحذرون من أن الاعتراضات على نتائج انتخابات 2020 وضعت البلاد في منطقة خطرة. وإلى أبرز التصريحات التي أوردتها صحف اليوم وصحيفة الوطن: الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الفلسطيني أبو مازن: ندعي حل الدولتين ونؤيد إقامة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس. الشرق الأوسط: أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية: تم الاتفاق بشكل نهائي على عقد القمة العربية بالجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، ولا صحة للحديث عن احتمالات تأجيلها أو نقلها. نيويورك تايمز الأمريكية: المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر: الجيش الروسي يعاني من نقص حاد في الإمدادات في أوكرانيا، وذلك يرجع جزئيا إلى ضوابط التصدير والعقوبات. بعيدا عن السياسة، نطلع من القبس الكويتية: بعد عرض مشروع التصوير الفوتوغرافي لفنان كندي كان يلتقط صورا لأشخاص غرباء منتشرين حول العالم أسماهم بالتوائم الغرباء، تساءل علماء إذا كان الحمض النووي يمكن أن يفسر هذا التشابه. وبحسب الصحيفة، فقد أظهرت نتائج دراسات بأن التشابه بين الغرباء أمر وارد بين البشر، وسبب في ذلك يفوق ما تراه العين، فهو يمتد إلى التشابه في الحمض النووي. ومن الديلي ميل البريطانية: الرجال أكثر مرحا من النساء، حيث أشارت دراسة لجامعة بولندية إلى أن الرجال يشعرون بسعادة أكبر إذا شعروا بأن زوجاتهم يعتقدون بأنهم مرحين وفكاهيين. وكشفت النتائج أن الرجال يلقون نكاتا أكثر من النساء، وأنهم يصبحون أكثر سعادة في علاقاتهم إذا قام الشريك بالضحك على نكاتهم. وتسلط الدراسة الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه الفكاهة في العلاقات طويلة الأمد. ختام جولتنا الصحفية، دمتم في أمان الله.